محاولات بعض الكتل والأحزاب السياسية تعطيل العملية الانتخابية المبكرة المقرر إجراؤها في 10 من شهر أكتوبر المقبل بدا جليا من خلال السعي لاستجواب رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في مجلس النواب، حيث يجري خلف الكواليس حراك لجمع أكبر عدد من التواقيع في البرلمان لتنفيذ تلك الخطوة، ما يعني بحسب القوى السياسية في إقليم كردستان إمكانية تأجيل الانتخابات النيابية وفقا لما جاء في المادة 64 من قانون الانتخابات، والتي لا تجيز لمجلس النواب حل نفسه في حال تم استجواب رئيس الوزراء. نحن نرى بعض الإشارات بأن هناك الذهاب إلى استجواب رئيس مجلس الوزراء لعدة أمور وذرائع. أنت تعلم إذا ذهبنا إلى استجواب رئيس مجلس الوزراء لا يتم حل البرلمان وفق المادة 164، لأن في المادة 64 من الدستور، لأن المادة 64 سيقول في حال استجواب رئيس مجلس الوزراء لا يجوز أن يتم حل مجلس النواب العراقي. أعلمكم بأنني لن أشترك في هذه الانتخابات، فالوطن أهم من كل ذلك. وبحسب المراقبين فإن قرار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بعدم المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة وسحب يده من جميع الذين يدعون الانتماء للتيار لن يؤثر على موعد إجرائها وفقا لما آلت إليه التجارب السابقة خلال مقاطعة بعض القوى السياسية للانتخابات. لا أتوقع أن يكون أي تأجيل في الانتخابات المزمع إقامتها في أكتوبر المقبل بسبب انسحاب السيد مقتدى الصدر من العملية السياسية أو مقاطعة التيار الصدري للعملية الانتخابية. ولدينا تجارب سابقة، إذ حصل في العام 2005 مقاطعة شبه جمعية للمكون العربي السني للعملية السياسية برمتها. يبقى إقليم كردستان مترقبا لما ستؤول إليه الأحداث في الشارع العراقي، وإلى أين ستتجه بوصلة العملية السياسية بعد تجاذبات الأطراف والقوى السياسية المتنفذة في العراق وحراك البعض منها لتأجيل العملية الانتخابية. من إقليم كردستان أيمن محفوظ، اليوم.